مجموعة من الصور توضح لنا مجموعة من الحقائق. ليس للألماس الخام شكل واحد في الطبيعة، يتدرج الألماس الخام في الطبيعة من الحجر النقي الصافي عديم اللون إلى الحجر الأسود المعتم، مظلم، وبين هذا وذاك توجد درجات متفاوتة، أشكال متفاوتة، فهذا 8 الأوجه وذاك 12 وذلك ذا 24 وجها، وهذا ذا بلورات كبيرة وذاك ذا بلورات صغيرة، مونوكريستالين بولوكريستالين وذاك بدون شكل محدد. فبعض الألماس الخام يمكن معرفته من خلال الشكل الخارجي، وبعضهم لا يمكن معرفته إلا من خلال إجراء الأبحاث والفحوص. سواء العفوية التلقائية التي لا تحتاج الأجهزة، ولكن بعض التجارب البسيطة، أو أبحاث تكون عبارة عن أجهزة وأحيانا لا يمكن الكشف إلا خلال المختبرات المتطورة جدا، وخصوصا لإجراء بعض الفحوص لمعرفة إذا كان الحجر قد تعرض لمعالجة أم لا. خلاصة القول أن للألماس الخام مجموعة من الأشكال، لكن ما هو مطلوب ومرغوب منها وما كان شفافا نقيا صفيا عبارة عن شكل 8 الأوجه أو 12 الأكتاهيدرال والدودوكاهيدرال. تابعوا دروس، ادخلوا اليوتيوب واكتبوا رشيد حباشو لكي تجدوا الدروس أخرى التي أشرح فيها كل نوع من هذه الأنواع بكل تفاصيله وبشتى أنواعه وأشكاله حتى تكتمل لكم الصورة بشكل جليل. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.